السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، سنتحدث اليوم عن المصدر الميمي في مادة اللغة العربية مشترك، فحياكم الرحمن جميعا. المصدر الميمي هو مصدر يبدأ بميم زائدة لغير المفاعلة ويدل على ما يدل عليه المصدر. مصدر بمعنى أنه اسم يدل على حدث، يبدأ بميم زائدة. لاحظ أن كلمة مطلب ومسعى ومنفعة ومأخذ عند حذف الميم تصبح طلبة، سعى، أخذ، وهي كلمات ذات معنى، بينما كلمة مدح ليست مصدرا ميميا لأن الميم أصلية. لاحظ مدح عند حذف الميم لا تعطي كلمة ذات معنى، بالتالي الميم أصلية وهي ليست مصدرا ميميا. لغير المفاعلة لا يأتي المصدر الميمي على وزن مفاعلة، لأن وزن مفاعلة يا شباب من أوزان المصدر الصريح، مشاركة ومقاتلة ومجاهدة هي أوزان للمصدر الصريح على وزن مفاعلة. إذن المصدر الميمي لا يأتي على وزن مفاعلة، ويدل على ما يدل عليه المصدر، بمعنى أنه يستخدم كالمصدر الصريح، ويمكن استبدال المصدر الميمي بمصدر صريح. إذا بهمنا نعرف أنه دائما المصدر الميمي بيبدأ بميم زائدة، لا يأتي على وزن مفاعلة، ونفس عمل المصدر الصريح. ننتقل إلى صياغة المصدر الميمي من الفعل الثلاثي. طبعا شباب، يتم صياغة المصدر الميمي واسم الزمان والمكان بنفس الطريقة على وزن مفعل ومفعل. ذكرنا سابقا أن الوزن مفعل يصاغ من خلال إذا كان الفعل إما مثال واوي مثل وعد، وجد، وقف، يصاغ على وزن مفعل بكسر العين. وإذا كان فعل مضارع مكسور العين مثل جلس، لاحظ يجلس المضارع يجلس، العين اللي هي حرف اللام مكسور، بالتالي يصاغ على وزن مفعل. كذلك عرض، لاحظ المضارع يعرض مكسور العين، إذا يصاغ على وزن معرض. إذا المصدر الميمي يصاغ مثل اسم الزمان والمكان على وزن مفعل ومفعل. مفعل إذا كان مثال واوي، يعني بيبدأ في واو أو مكسور العين، عدا ذلك يصاغ على وزن مفعل. وبطريقة أسهل من الأوزان يا شباب، بكل بساطة بإمكانك الفعل اللي بكون موجود عندك وبدك تصيغ منه مصدر ميمي، بكل بساطة بس حط ميم في بداية، بس ميم في بداية الفعل. مثلا سبح مسبح، وعد موعد، سكن مسكن، سعى مسعى، جلس مجلس، ولعب ملعب، وحمل محمل. لاحظ بدون انه ما ارجع للمصادر للاوزان، بكل بساطة مجرد اضافة ميم في بداية الفعل بتحول لمصدر ميم. في ملاحظة مهمة، اذا كان الفعل ثلاثي اجوف يا شباب مثل قام وتاب، ثلاثي اجوف بمعنى انه فعل من ثلاث حروف وسطه حرف علة، وغالبا بيكون حرف العلة ألف. قام مثلا ثلاثي وسطه حرف الألف، يتم صياغته فقط بإضافة ميم مفتوحة بدون ما أعرف على وزن مفعل أو مفعل، بس ضيف ميم في بداية الفعل. قام مقام، تاب متاب، نام منام، وعاد معاد، بكل بساطة بإضافة ميم في بداية الفعل. ملاحظة مهمة، قد تتصل التاء المربوطة بالمصدر الميمي، لأنه يا شباب لو طلبت منك صياغة مصدر ميمي من الفعل وعظة، لاحظ وعظة لما نصيغ منها مصدر ميمي بإضافة ميم في البداية، موعظة بما أنه واو، لاحظ أنه بدأ في وعظة مثال واوي، إذا نصاغ على وزن مفعل موعظة، لكن أنا ما بيهمني إلا الميم المفتوحة. لو حكينا موعظ، هل إلها معنى مفيد؟ ما أعطتك المعنى المفيد، لذلك يتم إضافة مربوطة، شو بتتحول؟ موعظة. وكذلك منجا ومنفعة ومسرة ومحبة. مسألة، لو طلبت منك من سألة، حكيت لك هات المصدر الميمي من الفعل سألة، بتحولها بتصير إضافة ميم في البداية مسأل. هل مسأل أعطتك الكلمة أو المصدر المطلوب، المعنى المطلوب للمصدر الميمي؟ لا، لكن بإضافة التاء المربوطة مسألة تحول إلى كلمة ذات معنى. إذن يتم إضافة تاء في بعض الكلمات بالمصدر الميمي. مطلوب منك يا شباب احفظها هاي الكلمات، احفظها لأنها الكلمات المكررة دائما في امتحان الثانوية العامة، هاي الكلمات اللي دائما تتكرر في المصدر الميمي.
كيف نفرق بين المصدر الميمي واسم الزمان والمكان؟ ما دام بنحكي انها اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي يتم الصياغة على وزن مفعل ومفعل، كيف بنميز بيناتهم؟ لا يتم التمييز بينهم إلا من خلال سياق الجملة، يعني لازم تكون الكلمة موجودة في جملة لحتى أعرف إنه أميز بينها هل هي مصدر ميمي ولا اسم زمان أو اسم مكان. مثلا مجلس النقابة أمام الجامعة، لاحظ في عندي دلالة بالجملة بتدل إذا كانت زمان أو مكان أو مصدر ميمي. كلمة أمام، لاحظ أمام بتدل لك على مكان، أمام الجامعة دلت على مكان. دليل تاني ممكن أحذف كلمة مجلس ونضيف مكانها كلمة مكان، مكان النقابة أمام الجامعة، لاحظ إذا دلت على اسم مكان. الدليل الأول في عندي كلمة اللي هي أمام، ثانيا ممكن استبدال كلمة مجلس بمكان. مجلس النقابة الساعة الثانية ظهرا، بما أنه في عندي زمان، لاحظ الساعة الثانية أول شيء دليل على الزمان، ثانيا ممكن استبدال كلمة المجلس بزمان، زمان المجلس، مجلس النقابة الساعة الثانية، إذا دلت على اسم زمان. كان مجلس النقابة ناجحا، لاحظ ما في كلمات تدل على زمان أو مكان مثل أمام والساعة، إذا هي مصدر ميمي. لحتى نتأكد احذف المصدر الميمي واستبدله بمصدر صريح، مش حكينا انه هون ممكن استبداله انه بيستخدم نفس استخدام المصدر، اذا نستبدله بالمصدر الصريح. مجلس مصدرها قام بعملية الجلوس، كان جلوس النقابة ناجحا، بما انها في معنى للجملة اذا هي مصدر ميمي. عندما يتعارض اسم المكان والزمان مع المصدر الميمي، يعني في بعض الجمل طالب بحكي لي مثلا موقف السيارات في الساحة، طالب بحكي لي مس موقف بمعنى وقوف، المصدر الصريح وقوف السيارات في الساحة، دلت على إنها مصدر ميمي. طالب تاني بحكي لي لا يا مس في عندي كلمة الساحة دليل على إنه دل على مكان. في هاي الحالة الاسم الزمان والمكان يا شباب أولى من إنه يكون مصدر ميمي. دائما إذا بتعارض معنى اسم المكان والزمان مع المصدر الميمي، الأولى شو الأولى؟ إنه يكون اسم مكان أو زمان. في هاي الحالة طبعا مش واردة عندي بالكتاب، لكن لحتى يكون عندك معلومة فيها إنه دائما اسم المكان والزمان أولى من المصدر الميمي في حال تعارض اسم المكان والزمان مع المصدر الميمي. لاحظ موقف السيارات في الساحة، بصير أستبدلها وقوف السيارات في الساحة أو إنها تكون اسم مكان من دلالة الساحة. الأولى إذن تكون اسم مكان وليست مصدرا ميميا. صياغة المصدر الميمي من الفعل الغير ثلاثي، يصاغ بنفس طريقة اسم المفعول. تذكر اسم المفعول غير الثلاثي شباب، كانت كيف الطريقة؟ إبدال ياء المضارعة فعل، بنحوله للفعل المضارع، ياء المضارع دائما تحذف، بنضيف ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. الآخر مثلا استودع مستودع، استودع يستودع مستودع، انطلق ينطلق منطلق. لاحظ انه دائما نستبدل الميم الياء المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. كيف نفرق؟ لاحظ في الثلاثي كان اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي، لكن في غير الثلاثي اسم الزمان والمكان واسم المفعول والمصدر الميمي بنفس الطريقة. كيف بنميز بيناتهم؟ من خلال الجملة، من خلال سياق الكلام. مثلا منطلق العدائين أمام دار البلدية، لاحظ يا شباب منطلق العدائين أمام، كلمة أمام دلت لي على اسم مكان، بالتالي إذا منطلق في الجملة الأولى منطلق دلت على اسم مكان. منطلق العدائين على الساعة التاسعة، كلمة الساعة التاسعة شباب دلت على إنه منطلق، دلت على اسم زمان. كان منطلق العدائين سريعا، منطلق لاحظ الجملة لا فيها زمان ولا مكان، ما في كلمة تدل على الزمان ولا المكان، إما بدها تكون اسم مفعول أو مصدر ميمي. تعال نشوف كونها مصدر ميمي، بإمكاننا نستبدلها حكينا بالمصدر الصريح. كان انطلاق العدائين سريعا، كان انطلاق العدائين سريعا، بما انه اعطتني معنى مفيد اذا منطلق هي مصدر، منطلق مصدر ميمي. هذا الرجل منطلق به الى السجن، لاحظ منطلق هون الكلمه اللي عندي ما اعطت لا زمان ولا مكان، لكن منطلق به دلت على اسم مفعول يا شباب،
السبب حكينا دائما اسم المفعول بدل على الحدث، على الحدث ومن يقوم به أو وقع عليه، على من وقع عليه. عملية الانطلاق وقعت على الرجل، بالتالي هي اسم مفعول. كذلك لو قلنا مثلا الطالب ملتقى به عند الجامعة، لاحظ الطالب ملتقى به، لاحظ ملتقى على الرغم في عندي كلمة جامعة، لكن ملتقى دلت على اسم مفعول لأنه بده يقوم، إنه الطالب وقع عليه فعل الالتقاء عند الجامعة. بينما ملتقاك جميل، لاحظ ملتقاك جميل، لقاؤك جميل. لما نعوضها بالمصدر الصريح نستبدلها بمصدر صريح بتزبط معي، إذن هي مصدر ميمي. إذن شباب يتم التمييز بين اسم الزمان والمكان واسم المفعول والمصدر الميمي من خلال سياق الجملة. إذا دلت الكلمة على زمان فهي اسم زمان، وإذا دلت على المكان فهي اسم مكان، إذا دل على الحدث ومن وقع عليه فهي اسم مفعول، وإذا استبدلناها بالمصدر الصريح فهي مصدر ميمي. التدريبات الموجودة عندك شباب نأخذ بعض الأمثلة. مثلا إن للمتقين مفازا، لاحظ كلمة مفازا لم تدل على زمان ولا مكان، لكن لو استبدلناها بالمصدر الصريح فوزا، إن للمتقين فوزا، تعطيك معنى، بالتالي هي مصدر ميمي. في عندنا مثلا كلمة يا شباب قال موعدكم، لاحظ كلمة موعدكم ويوم، بما إنها دلت على زمان إذن هي اسم زمان. السؤال الثاني الموجود عندك يا شباب ضع مصدرا ميميا مكان المصدر الصريح، يعني بدك تستبدل المصدر الصريح بمصدر ميمي. الجملة الأولى لاحظ كلمة أو المصدر سعي، بدنا نستبدله بمصدر ميمي. سعي طبعا الفعل سعى، سعى يصاغ المصدر الميمي منه على مسعى، بإضافة بنرجع الكاف الموجودة عندي، شو بصير معك؟ مسعاك. إذا سعى مسعى، بصير المصدر الميمي مسعى وبنضيف الكاف مسعاك. عظة الفعل منها وعظة، ضيف الميم في بدايتها موعظ، وحكينا في بعض الكلمات بتحتاج لتاء مربوطة بتصير موعظة. نجات مصدر صريح، الفعل منها نجا. تعال نشوف المصدر الميمي من نجا منجا، لكن ما أعطاني معنى إلا بإضافة التاء، بنرجع التاء الموجودة عندي بتصير منجات. سأل سؤال، الفعل منها سأل. سأل نحولها لمصدر ميمي بإضافة ميم في بداية الكلمة مسأل، لكن مسأل ما أعطتنا كلمة مفيدة، إذا بالتالي بنضيف تاء في نهايتها بتصير مسألة. لاحظ إنه الكلمات اللي حكينا هون يا شباب احفظها كتير بتسهل عليك، لأنها نفس الكلمات المكررة دائما في الأسئلة. إذا يمكن استبدال المصدر الصريح بمصدر ميمي، الإجابات بتصير مسعاكة وموعظة ومنجا ومسألة. لو بدنا نطبق يا مس على ورقة العمل، مثلا صغ مصدرا ميميا من الأفعال الآتية، لاحظ حكيت لك أنه بدون ما نرجع إلى وزن مفعل ومفعل مباشرة بإضافة ميم في بداية الفعل. طلبة بتصير مط، لب نفع منفع، لكن ما أعطتني كلمة مفيدة، شو بنضيف بنهايتها؟ منفعة. حبة بإضافة ميم محب، هل محب أعطتك معنى؟ لا، شو بنضيف؟ تاء مربوطة بتصير محبة. عذرة بإضافة ميم مع ذي، لاحظ عذرة معذر، لكن هل أعطتك معنى؟ لا، شو بنضيف؟ بنضيف تاء مربوطة في نهايتها بتصير عندي معذرة، وبالتالي معنى مفيد. قام لاحظ انه فعل اجوف وسط الف بإضافة ميم مفتوحة مقام. بكل بساطة اذا بإضافة ميم في بداية الكلمة بداية الافعال تحصل على مصدر ميمي. ضع مصدر ميمي مكان المصدر الصريح، يعني بدنا نحول المصادر الصريحة لمصدر ميمي. الطلب، لاحظ الفعل يا شباب طلبة، طلبة حولها لمصدر ميمي بإضافة ميم في بداية الكلمة بتصير مطلب، هذا المطلب مرفوض. شرحك الدرس فيه نفع، نفع نحولها لمصدر ميمي بإضافة ميم منفع، حكينا كلمة منفع دائما لازمها تاء مربوطة بتصير منفعة. أحبك حبا خالصا، حب حولها للمصدر، طبعا الفعل حبة، حولها للمصدر الميمي بإضافة ميم محب، ما أعطتني معنى، شو بضيف؟ لما ما تعطيك معنى تلقائي شباب ضيف تاء مربوطة في نهايتها محبة. وكذلك
عذر أقبح من ذنب، عذر الفعل منها عذرة. بالتالي بنضيف ميم في البداية ما بتعطيك معنى، بنضيف تاء مربوطة بتصير معذرة المعنى المفيد أو المصدر الميمي. ميز اسم الزمان من المكان من المصدر الميمي. سعى الطلاب مسعى العلماء. لاحظ الجملة فيها عندك دلك المسعى اسم زمان أو اسم مكان، ما في كلمة يعني ما في دلالة عندي على الزمان أو المكان. نشوفها هل هي مصدر، طبعا بما إنها ثلاثي ما بروح لاسم المفعول لأنه اسم المفعول بس من غير الثلاثي، تتشابه اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي واسم المفعول لما يكون الصياغة غير ثلاثي، أما الثلاثي فقط اسم زمان أو مكان أو مصدر ميمي. مسعى لو عوضناها بمصدر صريح شباب، سعى الطلاب سعي العلماء. لاحظ سعي العلماء، إذا استبدلناها بمصدر صريح وزبطت معي، إذا الكلمة مسعى هي مصدر ميمي. المدرسة مسعى العلم، لاحظ مدرسة دلت على مكان، إذا مسعى هي اسم مكان، والصباح دل على زمان، إذا هي اسم زمان. في حال كان السؤال اختيار من متعدد، كلمة المورد، لاحظ المورد العذب، المورد العذب كثير الزحام، المورد يعني نبع الماء كأنه بنحكي، لاحظ دل على مكان، بما أنه دل على مكان إذا هي اسم مكان. مطلع الشمس الساعة السادسة، لاحظ كلمة مطلع، مطلع دلت كلمة الساعة السادسة على الزمان، إذا هي اسم زمان، مطلع إذا هي اسم زمان. وعدته موعدا صادقا، كلمة موعد دلت على زمان، في كلمة دلت لك على الزمان، في كلمة دلت على المكان، مش موجود. طب نشوف نتأكد إنها هل هي مصدر ميمي باستبدالها بمصدر صريح، وعدته وعدا صادقا، زبطت معي، بالتالي هي مصدر ميمي. إذا الإجابات الموجودة عندنا يا شباب، حكينا طلب مطلب، ونفع منفعة، وعذر معذرة، وقام مقام، حكينا إنه المطلب والمنفعة والمحبة والمعذرة، والمسعى حكينا في الإجابة الأولى مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان، وإجابة الأسئلة الاختيار من متعدد. هيك شباب بنكون خلصنا درس المصدر الصريح المصدر الميمي، إن شاء الله يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم. ارجع لأمثلة الكتاب أو أسئلة تدريبات الكتاب وحاول إنك تجاوبها، اختبر نفسك من خلال تدريب الكتاب صفحة 137، ويعطيكم ألف عافية، أمنياتي للجميع بالتوفيق.